السندريلا الهندية، حكاية من تراث الهنود الحمر. أظن أنكم جميعاً تعرفون حكاية سندريلا، أليس كذلك؟ الكل يعرفها. حسناً، حكاية اليوم حكاية قديمة من أمريكا، وعنوانها السندريلا الهندية. كان يا مكان، كانت في بلدة هندية فتاة صغيرة فقيرة، وكانت في كل يوم ترعى الديوك. لماذا لا تأكلها؟ أوه، أنت جريح. أوه، حسناً، ستصبح على ما يرام. أوه، لا بأس عليك. الكل مشغول اليوم، ترى ماذا حدث؟ لست أدري. عفواً، ما الذي يحدث الآن في المدينة؟ غداً موعد المهرجان الراقص. أوه، هكذا حفل راقص. أتمنى أن أحضر هذا الحفل، لكني لا أستطيع الذهاب بهذه الحال. أوه، إلا أنني لا أشعر بالوحدة ما دمتم معي، أنتم أعزائي. عندما بدأ مهرجان الحفل الراقص، كان جميع الناس في حالة من الفرح والسرور، ما عدا تلك الفتاة المسكينة. أريد أن أذهب أنا الأخرى. أيتها الصغيرة؟ ها؟ أيتها الصغيرة؟ من يناديني؟ يا آنسة. أنت؟ يا آنسة، لقد كنت دائما طيبة ورقيقة معنا، ونحن نشكرك كثيرا، ونريدك أن تذهبي اليوم للحفل. شكرا عزيزي الديك، لا يهم، لا أريد أن أذهب. يا أصدقائي، اسمعي يا عزيزتي، نود أن نكافئك، أعطينا رداءك لحظة لو سمحتي. ردائي؟ حسنا. لا تقلقي، سأتولى الآن. هذا رداؤك يا آنسة، أرجوك أن تلبسيه. وكأنني ولدت من جديد. لا، لن ننتهي بعد، أرجوك انتظري. هاي، ابدأوا. يا إلهي، كانت هناك أشياء جميلة في الأكياس المعلقة في أعناق الديوك. هيا يا عزيزتي، ارتدي هذا واذهبي للحفل.
باقي الديوك شكرا لكم. ولكن انتبهي، يجب عليك أن تعدين بشيء واحد قبل ذهابك. حسنا، وما هو؟ عليك أن تعودي إلى البيت قبل غروب الشمس من خلف الجبال الغربية، سوف يسعدنا ذلك كثيرا، لا تنسي. حسنا، سأعود كما تقول. إلى اللقاء. إلى اللقاء. عودي في الوقت المناسب. أوه يا لها من فتاة جميلة. من أين جاءت؟ إنها ترتدي ثوبا جميلا. أوه يا لها من فتاة جميلة. أوه عن إذنك. هذا الشاب هو ابن الزعيم. عفوا، هل تسمحين لي بهذه الرقصة؟ لم أقضي وقتا طيبا في حياتي مثل ما قضيت اليوم. وأنا لم أقابل في حياتي فتاة بمثل جمالك. ومر الوقت سريعا، وشعرت الفتاة وكأنها تحلم. أوه يا إلهي، لقد تأخرت كثيرا. لكن المهرجان ما لبث أن بدأ، ألا تريدين الرقص معي ثانية؟ نعم ولكن حسنا، سأبقى وأعود مسرعة إلى البيت. أوه يجب أن أذهب الآن. إلى اللقاء. انتظري أرجوك، انتظري. لا يمكن. إن كل من يرقص هذه الرقصة مع فتاة يمكنه التقدم للزواج منها. أرجوك أن ترقصي للمرة الأخيرة معي، أرجوك. لقد تأخرت كثيرا، أرجوك يجب أن أذهب حالا. إنها الرقصة الأخيرة. أوه لم تعد الفتاة الصغيرة بعد، سوف يحل الظلام، تأخرت. كنت أخشى ذلك. نسيت الفتاة وعدها لنا عندما غمرتها السعادة. نعم. إنني سعيد. أخذت الديوك تبكي في حزن وتركت البيت جميعها. عادت الفتاة إلى ما كانت عليه من قبل، ولكنها أخذت درساً بأن لا تخلف الوعد أبداً.